السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتبعي قناة ديك الذهبي، كنتمنى أن الكل يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. دونك بالنسبة للحلقة ديال اليوم إن شاء الله بغيت نبارطاج معكم واحد المرض اللي هو كاين بزاف الناس ما كيردوش معاه البال، اللي هو مرض فطري تيجي في السيقان ديال الدجاج. نحاول نشوف هاد الدجاجة، راه لقيت بدا فيها دونك ما كاينش شيكا اللي بحالة متقدمة باش تشوف مزيان، كنظن راه غيبان بعد ملي نبغيو نداويوها. وغادي نقربو عاود الفيديو، الا لاحظتو في الرجلين ديالهم تيوليو عندهم بحال قشور، بحال قشور، واحد المادة اللي بيضة بحال الغبرة، بحال الفطريات تتكون عندهم في الرجل، تتبقى تتكبر، الجلد ديالهم كتولي عريضة، كتولي كبيرة بزاف، الرجل ديالهم تتولي كبيرة بزاف، وتولي فيها واحد المادة اللي هي قاصحة وفي نفس الوقت حرشة، تخسر لهم الجمالية ديال الرجلين، ومع المدة ترجليهم تيتأثروا، ما تيبقاش يقدروا يزيدوا، وبالنسبة للفراج ما تيبقى حتى تلقيح ولا هادي، ما تيبقاش سميتو، كيبقاو تشقوا ليهم رجليهم حتى يوصلوا لواحد النيفو ديال انهم كيبداو يتجرحوا. دونك هاد المرض كله هو فطريات، يعني كاين اللي تيقول ليه مرض قشور السمك، ماشي كاين اللي تيقول ليه مرض السيقان، كاين اللي تيقول ليه الجدري ديال السيقان ديال الدجاج. يعني كاين هاد الامراض ديال السيقان ديال الدجاج، من بيناتهم هاد المرض هذا، كاين هذا، وكاين واحد المرض اخر تيجي لتحت السوميله ديال الرجل، تيكون بحال مسمار كيف، واحد النقطه تلقيح هذاك، يعني تياخذ انتيبيوتيك وتنقشروه وتنقلعوه بحال تنخويو هذيك البلاصه، يعني تنقيوها مزيان وتنعاود نعمروها بالداجينه وتنديروا ليها الضوء الاحمر. مي هذا نو، هذا تدير ديك القشور وتيبقاو يتزادوا يتزادوا، تيوليو رجلي ديال الدجاجه كبار، فيهم واحد القشره الا قلعتها تتكون بحال شكل بحال شكل بودر، وبقى كيتجمع. هذا هو مرض يعني فطري، واغلبيه بالنسبه لهذا الدجاج اللي تيجيه بزاف هو الدجاج اللي تيكون تيبيت في الارض، يعني ما تتكونش عنده البياتات، ما كيكونوش تيديروا ليه يعني العود ولا سميتو فين تيتعلق. دونك فاش تيبقى لتحت كاين الوسخ وكاين سميتو، وتتكون تي كانت لاميديتي يعني الماء كيتكفح وداكشي، وكانت الرطوبه، وتيكون تيبيت في الارض، دونك من تما كيترباو ليه هاد الفطريات في الرجلين ديالو. دونك انا نحاول نشوف معكم، يعني هو واحد العمليه بسيطه، يعني واحد البرودوي اللي هو بسيط باش نعتقو يعني الدجاج. وبزاف ديال الاخوان كانوا شي اخوه ثلاثه ولا اربعه ديال الاخوان طرحوا عليا هاد الاشكال، وانا كان كيبان ليا بسيط لان عندي عليه خبره. دونك اون فوا قلت ليهم ديروا الدواء بخي 7 ايام ولا سميت شي، عندنا تيقول لك والحمد لله راه كلشي رجع يعني على ما يرام. ايوا ان شاء الله نحاولوا نشوفوا الطريقه ونشوفوا كيفاش غنداويو. دونك الاخوان بسم الله، دونك هانتوما كما كتشوفوا، هذا الله بغى يبدا عاود هنا لتحت، انا ربما في الفيديو ما بانش مزيان. دونك هذا الا بقى من بعد تتبقى تكبر، التشققات كيبقاو يتزادوا، تتولي الرجل ديالها مضوبله وكيضرب ليها حتى هاد، انتم راه الله بدا عاود هنا تيبداو تيقصاحوا هاد القشره ديالها، هادي تبدا تقصاح وتبدا تكبر تتولي تضوبل. دونك من تما مع المده كيضرب ليها الركبه وما كتبقاش دجاجتك تزيد، وتتخسر ليها يعني المنظر ديال الرجيلات ديالها بزاف، ولا لاحظتو هانتو. دونك وبالنسبه للاغلبيه الدجاج اللي تيكون يعني في دص الكوارة ولا في الناس ديال لي فولير تيطيحوا في هذا المشكل بزاف، هو ديال الضفار تيطوال، ولا لاحظتو شتيهم. دونك هي هادي تاع هادي غنقصوا ليها ان شاء الله طفيراتها. دونك بالنسبه للعلاج هانتو يعني الاخوه، راه ساهل، عندكم الفازلين، فازلين راه معروفه، راه تقبط لا ما تخليش لك تجي 3 ديال المرات حتى تكمل ترجع الجلدة ديالها كترطاب وكيرجعوا رجيلاتها كما كانوا. دونك راه يعني اللي بغى يزيد معاها شوية التومة دونك ماشي مشكل، يحك شوية التومة يزيدها معاها باش نحاولوا نقتلوا هذوك الفطريات.
دونك لا شتو غندوزو ليها مزيان، نمرو ليها رشيلات. إن فوا غادي يرطاب هذاك الشيء كيبدا يطيح بوحدو، ما تحاولوش تقشروهم، الا قشرتوهم غادي يجرحوا لي رجلين وغادي يبداو مشاكل اخرى. دونك سيفا انكم ترطبوهم مزيان واحد جوج ديال المرات، الثالثه راه تيذوب داك الشيء تيتحيد كيتحتحت كامل، وكترجع تبدل الرجلين ديالها الجلده وكدوز الامور على ما يرام. دونك فرصة نيت تيكونوا بفيرة طوال، المسألة كنديروها حتى الفرارج اللي فيت العمر ديالهم عامين، مازال ان شاء الله غادي نديرو عليها واحد الفيديو. دونك رجيلات على غنقطعو الضفر ديال الناس، ما ندخلوش بزاف، دونك ديما نخليو الضفر في واحد شوية الطول، اللي طويل بزاف نقصوه باش ما نجرحوهاش. دونك هنا هنا دونك ها الامور ديالها مزيانه. دابا غادي ان شاء الله نعاودوها جوج مرات، راه غادي يرجعوا ليها الرجيلات ديالها كما كانوا، ترجع ليها الجماليه ديالها. دونك كنتمنى انني نكون فدتكم، ولو غادي مساله بسيطه، حاولوا تعتقوا دجاجكم، يعني الفازلين راه موجود، وبحال هاد المسائل هادي راه كنشوف انا بزاف ديال، كنشوف حتى الناس اللي حين الدجاج وداك الشيء وقطعان وهادي، وكيبان لك رجليهم يعني مكرفسين مكشبرين بزاف، فيهم هاد المشكل ديال القشور. دونك راه هاد الفازلين راه تيخدم ليهم مخير وعن تجربه، واللي بغى يزيد شويه الثومه يحكها ويزيدها كوم انتيبيوتيك باش تقتل هذوك الفطريات فيكون احسن. دونك تبارك الله عليكم، وكما العاده تحيه للولاعه، تحيه للموالاه.